وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ وبعد الراحة قلت لروحي: يا سندباد يا بحري، ما كل مرة تسلم الجرة، أنت لم تتم، وكل مرة تقاسي فيها الشدائد والتعب ولم تتم، ولم تعدل عن السفر في البحر. فقلت مع نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل هذا مقدر علي من الله تعالى، وكيف لي أن أرجع عما أنا فيه؟ وهذا الذي أقاسيه فإنه من كثرة طمعي وجشعي وحبي للمال الكثير. ثم إني في هذه الصفرة فكرت أن أتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وقلت في نفسي: ما بقيت عمري أذكر على لساني هذا السفر وخاصة في البحر، ولم أزل أتضرع إلى الله تعالى وأبكي، وتذكرت في نفسي ما كنت فيه من الراحة والسرور واللهو والطرب والانشراح، ولم أزل على هذا الحال أول يوم وثاني يوم إلى أن طلعت على جزيرة عظيمة بقدرة الله وفيها شيء كثير من الأشجار والأنهار، فصرت آكل من ثمر تلك الأشجار وأشرب من مائها حتى انتعشت روحي وقوي جسمي وتنفس صبري. ثم مشيت في الجزيرة فرأيت في جانبها الثاني نهرا عظيما من الماء العذب، ورأيت فيها شيئا كثيرا من الزرع الذي تشبه ثماره صحائف الذهب، فما زلت سائرا على جانبه حتى وصلت إلى مدينة عظيمة أسواقها كثيفة، ونزلت فيها ضيفا على تاجر كبير، عرفته بحكايتي وأمدني بكرمه فرد علي عافيتي وراحتي. وفي يوم من الأيام يا سادة أقام التجار السوق، وكنت أحمل أحطابا غريبة جئت بها إلى التاجر، وجاء التجار وفتحوا باب سعره وتزايدوا فيه إلى أن بلغ ثمنه 1000 دينار. وبعد ذلك وقف التجار عن المزايدة، فالتفت إلي الشيخ الذي استضافني وقال لي: يا ولدي، أتبعني هذا الحطب بزيادة 100 دينار فوق ما أعطى فيه التجار؟ نعم بعتك يا سيدي بعتك. فعند ذلك أمر غلمانه بنقل ذلك الخشب إلى حواصله. ثم إني يا سادة رجعت معه إلى بيته، فجلسنا وعد لي ثمن ذلك الحطب، وأحضر لي أكياسا ووضع المال فيها، ثم قفل عليها بقفل حديد، ثم أعطاني مفاتيحه. وبعد عدة أيام وليالي بينما أنا جالس وإذا بالشيخ أقبل علي وقال: يا ولدي، إني أعرض عليك شيئا وأشتهي أن تطاوعني. ما
مرحبا يا سيدي، وما ذاك الأمر؟ اعلم أني بقيت رجلا كبير السن، ليس لي ولد ذكر، وعندي بنت صغيرة السن ظريفة الشكل، عندها مال كثير وجمال، فأريد أن أزوجها لك وتعقد معها عقدا حلالا طيبا، وتقعد معها في بلادنا، فإني أشتهي هذا، ثم إني أملكك جميع ما عندي وما تملك يدي، فإني صرت رجلا كبيرا وأنت ستقوم مقامي. ماذا أقول؟ والله ما أطعني يا ولدي في الذي أقوله لك، فمرادي لك الخير، فإن أطعتني زوجتك ابنتي وتبقى مثل ولدي، وجميع ما في يدي وما هو ملكي يصير لك، وإن أردت التجارة والسفر إلى بلادك لا يمنعك أحد، وهذا مالك تحت يدك، فافعل ما تريده وتختاره. أنت صرت مثل والدي، وأنا قصيت أهوالا كثيرة ولم يبق لي رأي ولا معرفة، فالأمر أمرك. فعند ذلك يا سادة، أمر الشيخ غلمانه بإحضار القاضي والشهود، فأحضروهم وزوجني ابنته، وعمل لنا وليمة عظيمة وفرحا كبيرا. فلما رأيتها يا سادة أعجبتني، ووقعت المحبة بيننا، وأقمت معها مدة من الزمان وأنا في غاية الأنس والانشراح، وقد توفي والدها إلى رحمة الله تعالى، وولاني التجار مرتبته، فإنه كان كبيرهم، ولم يأخذ أحد منهم شيئا إلا بمعرفته وإذنه، لأنه شيخهم، وصرت أنا في مكانه. فلما خالطت أهل تلك المدينة وجدتهم تنقلب حالتهم في كل شهر، فاستغربت، فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها إلى عنان السماء. لما جاء رأس ذلك الشهر تغيرت ألوانهم وانقلبت صورهم، فدخلت على واحد منهم وطلبت منه أن يحملني معه. لا يا سيدي، هذا شيء لا يمكن. فلم أزل أتدخل عليه حتى أنعم علي بذلك، وقد رافقتهم وتعلقت به فطار بي في الهواء، ولم أعلم أحدا من أهل بيتي ولا من غلماني ولا من أصحابي، ولم يزل ذلك الرجل طائرا بي وأنا على أكتافه، حتى خرجت نار من السماء فكادت أن تحرقهم جميعا، فنزلوا وقد ألقوني على جبل عالي، وقد صاروا في غاية الغيظ مني، وراحوا وتركوني، فصرت وحدي في ذلك الجبل، وقلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلما أخلص من مصيبة أقع في مصيبة أقوى منها، وإذا بغلامين وكأنهما قمران، وفي يد كل واحد منهما قضيب من ذهب يتعكز عليه، فتقدمت منهما وسلمت عليهما، فرد علي السلام، فسألتهما من هما وما شأنهما، فلم يجيباني، واكتفيا أن أعطياني قضيبا من الذهب الأحمر الذي معهما، وانصرفا إلى حال سبيلهما، وتركاني هناك، فصرت على رأس ذلك الجبل وأنا أتعكز بالعكاز وأتفكر في أمر هذين الغلامين. فبينما أنا كذلك، وإذا بحية عظيمة قد خرجت من تحت ذلك الجبل، وفي فمها رجل بلعته إلى تحت سرته وهو يصيح
من يخلصني؟ يخلصه الله بكل شدة. فتقدمت إلى تلك الحية وضربتها بالقضيب الذهب على رأسها، فرمت الرجل من فمها. فلما رمت الحية الرجل من فمها تقدمت إليه وحملته على جراحي وقال: حيث كان خلاصي على يديك من هذه الحية، فما بقيت أفكر، وأنت صرت رفيقي في هذا الجبل. وصرنا في ذلك الجبل وإذا بقوم قد أقبلوا علينا، فنظرت إليهم وإذا فيهم الرجل الذي كان يحملني على أكتافه وطاربي، فتقدمت إليه واعتذرت له وتلطفت به، فسمح بأخذي معه، ثم إنه حملني وطاربي مثل الأول حتى أوصلني إلى منزلي، فتلقتني زوجتي وسلمت علي وهنأتني بالسلامة. احترس من خروجك بعد ذلك مع هؤلاء الأقوام ولا تعاشرهم، فإنهم إخوان الشياطين ولا يعلمون ذكر الله تعالى. هل كان والدك منهم؟ إن أبي لم يكن منهم ولم يعمل مثلهم، والرأي عندي حيث مات أبي أنك تبيع جميع ما عندنا وتأخذ بثمنه بضائع ثم تسافر إلى بلادك وأهلك، وأنا أسير معك. ليس لي حاجة بالقعود هنا في هذه المدينة بعد أمي وأبي. فعند ذلك صرت أبيع من متاع ذلك الشيخ شيئا بعد شيء، وأنا أترقب أحدا يسافر من تلك المدينة لأسير معه. فبينما أنا كذلك، وإذا بجماعة في المدينة قد أرادوا السفر ولم يجدوا لهم مركبا، فاشتروا لهم خشبا وقد صنعوا لهم مركبا كبيرة، فاكتريت معهم ولم نزل سائرين في البحر من جزيرة إلى جزيرة ومن بحر إلى بحر، حتى وصلنا بالسلامة إلى مدينة البصر. فلم أقم بها هذه المرة، بل اكتريت لي مركبا آخر ونقلت إليه جميع ما كان معي وتوجهت إلى مدينة بغداد. ثم دخلت حارتي وجئت إلى داري وقابلت أهلي وأصحابي وأحبابي، وخزنت جميع ما كان معي من البضائع ومن حواصلي، ثم إني تبت إلى الله تعالى عن السفر، لا في البر ولا في البحر. فانظر يا سندباد يا بري يا حمال، ما جرى لي وما وقع لي وما كان من أمري. يا سيد السندباد، بالله عليك لا تؤاخذني بما كان مني في حقك. لا عليك يا أخي، فما حكيت لك هذا حتى تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يغني الفقير ويفقر الغني. ما عندي ما نقول الدسد الكبير، ما عندي ما نقول أسدام عشكم هاتشي. أنا نفضى معي والله نفضى معي. ولم يزالوا في عشرة ومودة مع بسط زائد وفرح وانشراح، إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب القصور ومعمر القبور، وهو كاس الممات، فسبحان الحي الذي لا يموت. يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ملك من ملوك الزمان، كثير الجند والأعوان، وصاحب جاه وأموال، ولكنه بلغ من العمر مده ولم يرزق ولدا ذكرا، فما قلق لذلك توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله دعاءه
وحمل زوجته، فبكت مرة حتى آن أوان وضعها، فولدت ذكرا وجهه مثل دورة القمر ليلة الرابع عشر. فتربى ذلك الغلام إلى أن بلغ من العمر 5 سنين. وكان عند ذلك الملك رجل حكيم من الحكماء الماهرين يسمى السنديبان، فسلم إليه الغلام. فلما بلغ من العمر 10 سنين علمه الحكمة والأدب، إلى أن صار ذلك الولد ليس أحد في هذا الزمان يناظره في العلم والأدب والفهم. فلما بلغ الولد ذلك أحضر له والده جماعة من فرسان العرب يعلمونه الفروسية، فمهر فيها وصال وجال في حومة الميدان إلى أن فاق أهل زمانه وسائر أقرانه. ففي بعض الأيام نظر ذلك الحكيم في النجوم فرأى طالع الغلام، وأنه متى عاش 7 أيام وتكلم بكلمة واحدة صار فيها هلاكه. فذهب الحكيم إلى الملك والده وأعلمه بالخبر، فقال له: فما يكون الرأي والتدبير يا حكيم؟ أيها الملك، الرأي والتدبير عندي أن تجعله في مكان نزهة وسماع آلات مطربة يكون فيه إلى أن تمضي 7 أيام. يا جارية تقدمي، خذي سيدك في القصر واجعليه عندك لا ينزل من القصر إلا بعد 7 أيام. يلا انصرفي. فأخذت الجارية من يديه وأجلست في ذلك القصر. وكان في القصر 40 حجرة، في كل حجرة 10 جوار، وكل جارية معها آلة من آلات الطرب، إذا ضربت واحدة منهن يرقص من نغمتها ذلك القصر. وحواليه نهر جار مزروع شاطئه بجميع الفواكه والمشموم. وكان ذلك الولد فيه من الحسن والجمال ما لا يوصف. فبات ليلة واحدة فرأته الجارية محضية والده، فأحبه قلبها، فلم تتمالك أن أظهرت له محبتها. فقال لها الولد: إن شاء الله تعالى حين أخرج عند والدي أخبره بذلك وسيقتلك. فتوجهت الجارية إلى الملك ورمت نفسها عليه بالبكاء والنحيب، فقال لها: ما خبرك يا جارية؟ كيف سيدك؟ أما هو طيب؟ يا مولاي، إن سيدي راودني عن نفسي وأراد قتلي على ذلك، فمنعته وهربت منه، وما بقيت أرجع إليه ولا إلى القصر أبدا. ما هذا الذي أسمعه منك؟ والله لا بد أن أحضره وأن أعاقبه على ذلك ونامر بقتله. فلما سمع والده ذلك الكلام حصل له غيظ عظيم، فأحضر عنده الوزراء وأمرهم بقتله. فقالوا لبعضهم: اسمعوا، إن الملك صمم على قتل ولده، وإذا قتله يندم عليه بعد قتله لا محالة، فإنه عزيز عنده، وما جاءه هذا الولد إلا بعد اليأس، ثم بعد ذلك يرجع عليكم باللوم فيقول لكم: لما لم تدبروا لي تدبيرا يمنعني عن قتله. والله إنها مشكلة عويصة، فما رأيك أيها الوزير الكبير؟ اسمعوا، أنا سأكفيكم شر الملك في هذا اليوم. لو قدر أنه كان لك 1000 ولد، هل تطيع نفسك في أن تقتل واحدا منهم
بقول جارية إما أن تكون صادقة أو كاذبة؟ لعل هذه مكيدة منها لولدك يا مولاي. صدقت أيها الوزير. وهل بلغك شيء من كيدهن أيها الوزير حتى قلت ما قلت؟ نعم نعم يا مولاي. فاسمح. نعم. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان ملك من ملوك الزمان مغرما بحب النساء، فبينما هو مختل في قصره يوما من الأيام إذ وقعت عينه على جارية وهي في سطح بيتها، وكانت يا مولاي تلك الجارية ذات حسن وجمال، فلما رآها لم يتمالك نفسه من المحبة، فسأل عن ذلك البيت فقالوا له هو بيت وزيرك فلان، فقام ذلك الملك من ساعته وأرسل إلى الوزير، فلما حضر بين يديه أمره بأن يسافر إلى بعض جهات المملكة ليطلع عليها ثم يعود، فسافر ذلك الوزير كما أمره الملك، وبعد أن سافر تحايل الملك حتى دخل بيت الوزير، فلما رأته الجارية عرفت فوتبت قائمة على قدميها وقبلت يديه ورجليه ورحبت به ووقفت بعيدا عنه منشغلة بخدمته، ثم قالت له يا مولانا ما سبب القدوم المبارك؟ مثلي لا يكون له ذلك يا مولاي. سببه أن الشوق إليك أقدمني على ذلك. يا مولانا أنا أصلح أن أكون جارية لبعض خدام الملك، فمن أين يكون لي عندك هذا الحظ العظيم حتى صرت عندك بهذه المنزلة؟ لكن اصبر يا مولاي وأقم عندي هذا اليوم كله حتى أصنع لك شيئا تأكله. فجلس الملك يا مولاي، ثم نهضت الجارية قائمة وأتته بكتاب فيه المواعظ والآداب ليقرأ فيه. لماذا؟ سأقول لك يعني. ليقرأ فيه. أجمل. فوجد فيه من المواعظ والحكم ما زجره عن عزمه وكسر همته عن ارتكاب المعاصي، فلما جهزت له الطعام قدمته بين يديه، وكان عدة الصحون 90 صحنا. كم؟ 90. نعم. 70. 90. 90. نعم. أتميم. والطعام أنواع مختلفة، إلا أنه وجد أن طعمها واحد، فتعجب الملك من ذلك غاية العجب، ثم قال أيتها الجارية لما هذه الأنواع الكثيرة وطعمها واحد؟ أسعد الله الملك، هذا مثل ضربته لك لتعتبر يا مولاي. وما سببه؟ أصلح الله حال مولانا الملك، إن في قصرك يا مولاي 90 محظية مختلفات الألوان والغاية واحدة. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يُتبع.